النهاردة تصميم جديد وبسيط، قطعتين اتنين بس. انا نانيس محمد يحيى وانتوا معايا في اصفر فيها. ده شكل الفستان بعد ما نخيطه، قطعة من قدام وقطعة من ورا وقطعة في الجنب. الكم كيمونو مفهوش اي خياطة، موديل بسيط جدا وفي تقسيمة ظريفة وسهلة. يلا نعمله سوا. ده شكل الباترون بتاع القطعة اللي قدام واللي ورا، الاتنين على نفس الباترون. دي رقبة اللي قدام والرقبة اللي ورا، الرقبة اللي قدام بالموف والرقبة اللي ورا بالاخضر. انا هتك شوية على الخطوط علشان اوريكم شكل الباترون بعد ما شفيته. انا هوريكم دلوقتي شكله بعد ما شفيته، بعد كده هنرسمه سوا. لما هاجي اقص القماش هقص الاول على الباك، بعد كده هقوم قصة حردة رقبة الفرونت او الامام، بعد كده هقص القماش على الباترون الامام. يبقى انا كده قصيت القماش ورا وقدام، والقطعة اللي في الجنب هتتقص مرتين عادي. ناخد بالنا بعد ما ركب النوتشات على بعضها ان القطعة اللي في الجنب مش هتوصل للكم، هي بس هتبقى في الجنب لحد فوق الجيرو بحاجة بسيطة، هتبان اكتر لما نيجي نرسم الباترون. وانا برسم الباترون هعمل البراح 8 سنتي، لان انا عايزاه يبقى متجسم بس في نفس الوقت في براح شوية، علشان كده هعمله 8 سنتي. يعني هعمل دوران عندي الستر 92 حسب مقاس 44 زائد 8 سنتي، يبقى نص الستر 50. كل تفاصيل الباترون دي عملناها قبل كده، هتلاقوها تحت في صندوق الوصف. دي مقاسات جسم 44، هضيف البراح على الستر والوسط والهنش. كل التفاصيل الباترون الاساسي سواء كان الباترون الاساسي بالبنس او من غير بنس عملناها قبل كده، وهتلاقوها بالتفصيل والشرح تحت في صندوق الوصف. دلوقتي انا برسم حردة الخلف، هنزل 2 سنتي وهروح يمين 7 سنتي وهرسم الحردة. دلوقتي انا هعمل الخطوط الاساسية والرأسية في الباترون زي ما تعودنا، خط الوسط وخط الهنش وخط الجيرو، وهعمل طول الفستان. هعمل الخطوط الرأسية وهاجي اقف شوية بقى عند خطوط الفستان اللي احنا عاملينه. ده الامام بس انا مش هرسمه، لان المرة دي هستخدم باترون الخلف للامام، لان انا عايزة شكل الكيمونو يبقى زي بعض بالظبط. دلوقتي انا هطلع الباك بتاعي، الباك بتاعي دوران الصدر كله زائد البراح على 2، هطلع نص الباترون بالظبط. ببساطة هي دي حسابات الباترون، 100 × 2 × 50، بعد كده نص الظهر عندي هيبقى 25، 50 × 2. نص الظهر ده انا هطلع منه قطعة الظهر والامام والجنب، بعد كده انا هرسم الكيمونو بتاعي. بس هحدد ميل الكتف 4.5، ومن هنا هرسم الكتف كله. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. علشان ارسم الكيمونو بتاعي لازم ارسم كل تفاصيل الباترون الاساسي، هرسم عرض الظهر وعرض الكتف وهرسم الكتف بتاعي، وحتى هعمل حردة الجير بس بخط خفيف. بعد ما اخلص الخطوط الرأسية في الباترون هعمل القطعة اللي في الجنب وهحط عليها شوية بنس، بنس تدي تكسيمة ظريفة للفستان. كده اكون خلصت كل الخطوط الرأسية للباك. هرسم بقى دلوقتي الجزء الخاص بالجنب، نركز مع بعض.
جزء الجنب انا هخليه ربع مقاس الظهر وربع مقاس اللي قدام، يعني هاخد من الظهر ومن قدام 6.5 سنتي، وهنزل بطول الفستان. بعد كده من 6.5 دول هاخد بنسة صغيرة هعمل منها تكسيمة للفستان، بنسة بعمق الهنش لحد تحت 1.5 يمين 1.5 شمال، هتبقى البنسة 3 سنتي. دلوقتي هرسم كتف الكيمونو، هرسمه 21 وهنزل عمودي 14 سنتي. هو ده شكل الكيمونو. بعد كده هعمل منحنى زي ما انتوا شايفين على خط الجنب الجديد بتاع قصة الجنب. كل الخطوط اللي انا بعملها دي خطوط بنعم بيها خط الجنب الجديد، علشان شكل خط الجنب الجديد يبقى ناعم وجميل. دلوقتي انا هتقل على كل الخطوط اللي عملتها بقلم تقيل علشان يبان. هنشوف الخط ناعم ازاي وكل منحنيات مفهوش اي كسرة. فكرة التصميم ده انه كله منحنيات مفهوش خطوط مستقيمة غير في الكيمونو. الكيمونو بس هو اللي فيه خطوط مستقيمة وزوايا 90 درجة. بعد كده هرسم حردة الأمام، وبعدين هرسم القطعة اللي في الجنب. القطعة اللي في الجنب هطلع 1.5 من على خط الشيرو، وهعمل منحنى علشان يقابل منحنى الباك. في نفس الوقت الباك ده هيبقى الأمام، وبكده هرسم نص القطعة اللي في الجنب، نص القطعة بس، وهقول لكم بعد كده هرسم النص التاني ازاي. القطعة اللي في الجنب عندي هي مشتركة بين ورا وقدام، علشان كده هرسم نصها ورا ونصها قدام. انا رسمت الجزء اللي ورا، لو اخدته وحسبته عشان ارسمه زيه للي قدام لازم هغلط، علشان كده هستخدم الروليتا. تعالوا نشوف شكلها وازاي هنستخدمها. دلوقتي هتني البطرون علشان يعمل ميرور او يشف الجزء اللي انا رسمته اللي ورا زي اللي قدام، وهمشي بالروليتا. هي قطعة فيها دروس او سنون، همشي بالسنون دي على الخط اللي رسمته، السنون تطبع على الجزء اللي تحت، وهقوم رسمه بالقلم. هعمل ميرور او بمعنى تاني هشف الجزء ده بس من غير ورق شفاف، هشفه بالروليتا. طول ما انا ماشية على الخطوط هتعمل علامات من تحت. دي اول مرة نستخدم الروليتا، دلوقتي عرفنا هي بتستخدم فين. هنزل بالجزء كله لحد تحت، يبقى انا كده رسمت الجزء بتاع الجنب ورا زي قدام. لما هفرد البطرون السنون هتبان من تحت، بس انتوا مش هتعرفوا تشوفوها في الكاميرا لانها هتبقى ضعيفة شوية. همشي بيها بالقلم، هيبقى الخط زي الباك بالظبط. انا كده خلصت كل تفاصيل البطرون. اتمنى البطرون يكون عجبكم. لو في اي سؤال في الفيديو ده او اي فيديو قبل كده سيبوه في الكومنت تحت. ما تنسوش السبسكرايب واللايك للقناة. اسيبكم مع شوية صور واشوفكوا الفيديو الجاي. سلام.